او جائزه تستحقها وتستحق اكتر منها طبعا. ربنا يخليك طبعا يا محمد، انا بشكرك جدا 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 وبشكر ربنا سبحانه وتعالى وخليني الاول اشكر ايهاب زنجة طبعا صاحبي وصديقي وصديق ملاعب والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. وطبعا الحمد لله الواحد جدا جدا جدا، ويعني اعتقد ان هي جايه في توقيت الواحد يعني كان محتاجه، فالحمد لله. دافع وحافز جديد لاحمد حسن؟ اكيد اكيد طبعا اكيد طبعا، لا هو كده كده الحمد لله رب العالمين الدوافع موجوده دايما يا محمد، ولكن دي تدي دافع وتدي حافز طبعا الواحد ان شاء الله باذن الله يبقى فيه المزيد ويبقى فيه الاحسن، يوصل لطموحاته يوصل لاهداف اللي هو بيحطها دايما قدامه. اعتقد اني معنويا تدي دفع ان شاء الله باذن الله الفتره اللي انا بتعالج فيها دي، ان انا راجع ان شاء الله باذن الله بشكل قوي ان شاء الله. كابتن احمد، هل هي كمان نوع من الرد باسم نجوم النادي الاهلي، نجوم الكبار والدوليين واصحاب الخبرات، مش بس فوز النجم احمد حسن، فوز النجم احمد حسن بافضل لاعب في الانديه الافريقيه لعام 2010، ووجود النجم احمد حسن مع واحد تاني من اصحاب الخبرات كمان النجم وائل جمعه في تشكيل افضل 11 لاعب وافضل تشكيل لمنتخب لكره القدم الافريقيه، هل ده رد عن نجوم النادي الاهلي وعن الكره المصريه ان النجوم والجيل ده قادر على العطاء وهو الافضل؟ بص يا محمد، انت بتقول دلوقتي احنا دايما دايما الرد بتاعنا بيبقى عملي، الناس اللي بتتكلم دي احنا انا بطبيعه الحال والنجوم الكبار دول احنا ما نهتمش بده، لان انت زي ما انت بتقول في النهايه هو كلام، الناس دي بتتكلم وهي ما عندهاش حاجه غير انها تتكلم، هي دي اللي هم دول اللي هم عايشين عليه، ولكن احنا دايما بنرد بالفعل، والحمد لله الفعل هو موجود ان بجهدنا وبتعبنا وبمسيرتنا وبصائرنا وبعزيمتنا بنحقق وبنوصل اللي احنا عايزينه. لكن احنا ما بنهتمش ولا هو رد على حد ولا غيره، لان يعني دايما الواحد بيهتم دايما بالنقد البناء وبيهتم دايما بالقيمه اللي ترد عليها، انما اي حد ليست له قيمه فالواحد مش 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 فاضي عشان يرد عليه، لان زي ما بقول لك الواحد عنده اهداف وعنده طموحات، وزي ما بقول انت قلت دول نجوم كبار وكل واحد فيهم تاريخ وكل واحد فيهم مش هيقلل من حجم تاريخه وانجازاته النقد الموجه اليه، عمره ما هيقلل من قيمته كلاعب طبعا. انا بقول ان دايما التاريخ هيفضل يذكر النجوم دول، التاريخ هيفضل يذكرهم بالخير لان هم عملوا كتير لبلدهم وعملوا كتير لناديهم وياما فرحوا جماهيرهم، التاريخ هيفضل يذكرهم بكل خير لان الناس دي لم تقصر، واعتقد ان النجوم الكبار اللي انت بتتكلم عنهم وانا قلت لهم بالاسم وائل جمعه، ابو تريكه، محمد بركات، احمد حسن، اعتقد ان ان ان, إن هيفضل جماهير النادي الاهلي وهتفضل جماهير مصر كلهم تعشق هؤلاء النجوم لان هم صنعوا فرحه كتير قوي لشعبهم، والناس اللي بتتكلم دي احنا ما بنهتمش بيهم، واحنا دايما زي ما قلت لك الرد بيكون عملي داخل الملعب، وزي ما انت قلت ان النهارده فعلا دي حاجه انا بهديها للنجوم اللي انت قلت عليهم دول. احنا النهارده كابتن احمد عايز اقول لك كمان لازم ننقلك وانت كنت يعني في احتفاليه وموجود ضمن الافضل في احتفاليه الكاف او الاتحاد الافريقي، عايز اقول لك ان سيل من المكالمات والرسائل والاتصالات بتنهال على زملائنا دلوقتي في الكنترول في قناه الاهلي وفي برنامج الاهلي اليوم لتوجيه التهنئه والتقدير والحب الكبير جدا من جمهور النادي الاهلي لاحمد حسن. اكيد اكيد طبعا، يعني اكيد جمهور النادي الاهلي ده يعني حاله خاصه بالنسبه لي، ويمكن الواحد والله يمكن بيسعى وبيجتهد طبعا لهدف وطموحه، ولكن لاسعاد الناس دي واسعاد جماهير النادي الاهلي، و لاني يمكن الحب متبادل الحمد لله رب العالمين، الحب متبادل، الحب متبادل بشكل كبير، والواحد دايما هدفه هو طبعا اكيد الشغله بتاعته والمهنه بتاعته اللي هو بيحبها، وفي نفس الوقت هو اسعاد الجماهير دي واسعاد الناس دي، فيا رب ان شاء الله باذن الله دعواتهم ليا ان شاء الله ان نرجع سريعا وان الواحد يسعدهم تاني وان الواحد يفرحهم تاني، وهي في النهايه احنا رساله احنا بنقدمها، رساله بنقدمها لكل الاجيال اللي صاعده وكل الولاد اللي صاعده ان هي تتعلم مننا وان هي تستفيد وان هي تحطنا كنموذج بالنسبه لنا ان هي توصل للحاجات اللي احنا وصلنا لها. انا طبعا بشكر كل جماهير النادي الاهلي اللي بتمنى بكره ان شاء الله ان هو يكون مساند فرقته مساند اللعيبه، وانا ان شاء الله باذن الله اكون موجود ان شاء الله في اللقاء بكره واتابع المباراه وساند. هتكون موجود في مباراه الاهلي وحرس الحدود بكره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. سؤال اخير، اتفاجئت لحظه حصولك على الجائزه واعلان اسمك، ولا كنت حاسس نوعا ما انك قريب لان الترشيحات كانت بتميل لصالح احمد حسن في الفتره اللي فاتت؟ والله هو يعني انا بس عشان يعني ما الناس ما تقولش يعني ولا حاجه، هي مساله ثقه والله، يعني الحمد لله كنت واثق بالله سبحانه وتعالى، وان كنت واثق ان الفتره اللي يمكن حققت فيها انجازات يعني اعتقد ان هي تاهلني ان انا احصل على اللقب، لاني اعتقد ان انا كنت الحمد لله المنتخب في بطوله افريقيا، الحصول على بطوله افريقيا، النادي الاهلي حصلت معاه على بطوله الدوري الموسم اللي فات ويمكن لعب نسبه 95% من المشاركه في عدد المباريات، حصلت على الحمد لله احسن لاعب في افريقيا في البطوله بتاعت انجولا 2010،
اعتقد كل الحاجات دي كانت تاهلني، ولكن طبعا المنافسه كانت موجوده وكنت اكيد قلقان، وكنت ولكن كنت واثق في الله سبحانه وتعالى ان هتكون من نصيبي وكده، والحمد لله رب العالمين انها كانت من نصيبي. وزي ما قلت لك انا يعني طبعا بعد ما بهديها لكل جماهير مصر وجماهير النادي الاهلي، بهديها للنجوم النادي الاهلي اللي احنا خصناهم دلوقتي بركات وبوتيكا وائل جمعه. ان شاء الله اول مباراه رسميه يشارك فيها النجم احمد حسن هتكون امتى؟ عايزينك تطمن مشاهدينا وجمهور النادي الاهلي. والله طبعا يعني الحمد لله انا ماشي بالبرنامج بشكل كويس، ويمكن انا راجع تاني ان شاء الله لتكمله الجزء الباقي بتاعي في قطر، وبعد كده هبدا ان شاء الله يعني ان شاء الله باذن الله على نهايه واحد على بدايه اثنين ان انا اكون ان شاء الله بشارك بشكل ان شاء الله اساسي مع النادي الاهلي باذن الله. وتكون موفق. كابتن ايهاب عايز تقول حاجه للنجم احمد حسن؟ انا عايز اضيف حاجه. احمد انت العميد طبعا، وانت حصولك على الجائزه ديت ده شيء طبيعي، وانت زي ما قلت انت بالثقه كنت حاسس انك هتحصل عليها. ولو تفتكر لما انت رجعت مصر وانا كنت بكلمك، كاي لعيب بيرجع مصر مستواه بيقل، انت رجعت مصر مستواك زاد، واثبت ان الاحتراف بس مش خارجي، احتراف داخلي برضه ممكن يكون مؤثر ومفيد لاي فريق. وكمان منتخب مصر انت زدت نضج بعد رجوعك مصر، ودي كانت مفاجاه شخصيه ليا انا. انا كنت متوقع انت هتقل مستواك، وانا قلت لك الكلام ده، قلت لها تشوف. والله الحمد لله طبعا يا ابني، انت يمكن عارف يمكن احنا لعبنا مع بعضينا فتره طويله انا وانت في الاسماعيلي، يمكن انت عارف الحمد لله يعني لم يتغير شيء. احمد حسن هو عنده 20 سنه، هو عنده 25 سنه، نفس المسار ونفس الحماس. ويمكن انا عارف يمكن ناس كتير شككت لما رجعت ان النادي الاهلي يمكن قال خلاص راجع عشان يبطل، وراجع عشان خلاص ينهي حياته والكلام ده وكده، ولكن انا بالنسبه لي زي ما انت قلت الاحتراف هو احتراف في اي مكان، سواء كان في اوروبا، سواء كان في مصر، سواء كان في اي حته في العالم، هو احتراف. وده اللي انا دايما بسعى ليه، وده اللي انا دايما الواحد بيجتهد ان هو اي مكان طالما بينتمي للفانيله اللي هو موجود ليها بيسعى ان هو يطلع اقصى ما جواه وكده. والحمد لله في النهايه هي يعني الواحد بيسعى، واكيد ربنا بيوفق. طالما الواحد بيجتهد وبيسعى اكيد ربنا بيوفقه. انت بالفعل قدمت ان انت فعلا اثبتت ان انت العميد الكره المصريه بحصولك على الجائزه ديت، وكمان بتدي دروس لكل الناشئين او كل لعيب بيفكر ان هو يلعب كرة قدم حتى وهو صغير، ان هو هدفه ما يقفش عند حد، هدفه دايما يجدد هدفه، ودايما ما فيش سقف للهدف. مظبوط طبعا. انا بشكرك طبعا يا ايهاب، وكل التوفيق ليك ان شاء الله. وفي النهايه انا عايز يعني اقول ان ده في الاول وفي الاخر هو فخر لكل مصري، وانا سعيد جدا جدا ان انا مصري، وان فعلا ان الجائزه دي فعلا يعني انا بقول ان هي قبل ما تكون حاجة إنجاز ليا هي إنجاز لكل شعب المصري، فخر لكل شعب. أشكرك النجم أحمد حسن، ومزيد من التألق في الفترة اللي جاية، وخليك معانا وتابع معانا في إهداء خاص من فريق عمل وأسرة برنامج الأهلي اليوم للنجم أحمد حسن. وبنشكر كمان ضيفنا في الاستوديو الكابتن إيهاب زنجة، إن شاء الله موفق في اختياراتك.